السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى نشرة الأخبار. نعى صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار وفد الدولة المكون من الشهداء محمد علي البستكي وعبد الله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبد الرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبد الحميد سلطان عبد الله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، والذين قضوا نحبهم مساء أمس الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظة قندهار في أفغانستان. ودعا صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالرحمة والمغفرة لهم، وأمر سموه في بيان لوزارة شؤون الرئاسة اليوم بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة 3 أيام تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية. كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم شهداء الوطن الأبرار الذين لقوا ربهم في الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس في مدينة قندهار في جمهورية أفغانستان خلال أدائهم مهمتهم الإنسانية، وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الصديق. وأعرب سموه عن فخر دولة الإمارات قيادة وشعبا بالأدوار الإنسانية الجليلة التي يقوم بها أبناؤها في كل مكان من العالم، مؤكدا سموه أن الإرهاب الآثم لا يعرف معنى الإنسانية ولا قيمها النبيلة، ولا يفرق بين الناس كبيرهم وصغيرهم، ولا يميز بين أعمالهم، لتطال يده الغاشمة من نذروا نفع أنفسهم للخير ولم يتأخروا في بذل أرواحهم ودمائهم الزكية في سبيل توصيل رسالة سلام وخير إلى العالم. وابتهل سموه إلى المولى عز وجل يتغمد شهداء دولة الإمارات الأبرار بواسع رحمته ويتقبلهم بين الكرام البررة. وقال سموه إن شعب دولة الإمارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الإنسانية، الإنسانية التي لا يعرفها الإرهابيون. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات مهدت طريقها إلى المستقبل بإعداد أجيال من أبناء الوطن المتميزين والقيادات والمبتكرين ممن حققوا إنجازات جديرة يحتفي بها. جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز اليوم. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة والحاصلين على أوسمة رئيس مجلس الوزراء الذي ينظمه برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في فندق قصر الإمارات في أبوظبي. حضر حفل التكريم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن حماد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. تهدف جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز التي تعتبر أرفع جائزة للتميز المؤسسي في الدولة إلى تعزيز دور المؤسسات الحكومية الاتحادية في خدمة جميع فئات المجتمع ونشر الوعي بمبادئ التميز وأهميته للحكومات الحديثة، إلى جانب تنمية القدرات اللازمة لدفع عجلة التميز في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وتقدمت 38 جهة حكومية للتنافس على الجائزة في دورتها الرابعة التي يصل عدد جوائزها إلى 22 جائزة، منها 10 جوائز مؤسسية للجهات الاتحادية و12 جائزة فردية ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء. وتوزعت المشاركات على 14 وزارة و24 جهة حكومية، بينما وصل عدد الترشيحات لأوسمة رئيس مجلس الوزراء إلى 386 ترشيحا، منها 172 للذكور و214 للإناث. وتهدف منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات. تسلم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر المشرف العاصمة أبو ظبي صباح اليوم، تسلم أوراق اعتماد سفيري جمهورية الهند وسنغافورة الجديدين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. رحب سموه بالسفيرين الهندي والسنغافوري متمنيا لهما النجاح في مهام عملهم. أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. أدى سعادة علي عزيز عبد الله الشعفار اليمين القانونية كمندوب دائم للدولة في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إرنا ومقرها العاصمة أبو ظبي. وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مندوب الدولة الدائم لدى إرنا بأن يعمل جاهدا من أجل خدمة مصالح دولتنا من خلال الاتصال المباشر والتواصل المستمر مع مندوبي وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة، بما ينعكس إيجابا على سمعة دولتنا ويعزز مكانتها على خريطة الدول المنتجة للطاقة البديلة وتشجيعا للمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي المهم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في دبي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، السيد ديفيد فار رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إيمرسون إلكتريك الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الآلية وتكنولوجيا المناخ وتقنيات الطاقة والمحركات الكهربائية وغيرها من الأعمال المتصلة، وتتخذ من منطقة جبل علي الحرة في دبي مركزا أقليميا لها ويغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رحب سموه برئيس الشركة وبرؤسائها الإقليميين الذين يشكلون مجلس إدارة الشركة ويعقدون اجتماعهم لأول مرة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك أعرب السيد ديفيد فار عن شكره ومجلس إدارة الشركة وتثمينه عاليا للتسهيلات اللوجستية التي توفرها دبي للمستثمرين والشركات العالمية. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مواصلة زرع الخير وغرس الأمل وبذل العطاء ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي
هاتفي تلقاه سموه اليوم من فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. أعرب فيه فخامته عن خالص عزائه ومواساته في استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات في التفجير الإرهابي الغادر في قندهار الأفغانية، والذين كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وعرب عن تمنياته بأن يمن الله عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره على ما أبداه فخامة الرئيس الأفغاني من مشاعر نبيلة في هذا المصاب. نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد لمعل عضو المجلس الأعلى حكم أم القيوين ببالغ الحزن والأسى كوكبة من أبناء دولة الإمارات الأبرار الذين استشهدوا مساء أمس في هجوم قندهار الإرهابي، ودان سمو هذا العمل الإرهابي الجبان. وعرب صاحب السمو حكم أم القيوين عن فخر دولة الإمارات قيادة وشعبا بهذه الكوكبة الطاهرة من أبناء دولة الإمارات الذين استشهدوا خلال قيامهم بعملهم الإنساني ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني. وتمنى سموها أن يمن الله العلي القدير على سفير الدولة لدى أفغانستان وبقية المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها الأبي من كل مكروه. نعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار العاملين في المجال الإنساني والذين قضوا نحبهم مساء أمس في التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظة قندهار في أفغانستان. وعرب سموه في تصريح له اليوم عن فخر دولة الإمارات قيادة وشعبا بهذه الثلة من أبنائها الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب في مهمة إنسانية ضمن برامج المساعدات الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، داعيا سموه للشهداء بالرحمة والغفران ولذويهم بالصبر والسلوان، ويمن الله على سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان وبقية المصابين بالشفاء العاجل. كما نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نخبة من أبناء دولة الإمارات الذين استشهدوا الليلة الماضية في هجوم قندهار الإرهابي، مؤكدا سموه مواصلة الدولة تقديم يد المساعدة إلى أبناء الشعب الأفغاني وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد سموه أن شعب دولة الإمارات فخور بأبنائه العاملين في مجال العمل الإنساني، واليوم نرفع رؤوسنا عالية بتقديم هؤلاء الشهداء من أبناء الدولة الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء الواجب الإنساني في سبيل الإنسانية. كما وقدمت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس أحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات الوفية في استشهاد 5 من خيرة أبناء الوطن كانوا مكلفين بتنفيذ المشروعات الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. كما تقدمت معاليها بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم عائلاتهم وشعب دولة الإمارات جميعا الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء العاجل. وعربت معاليها عن إدانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة الغادرة الجبانة. وما استجد من أخبارنا أهدى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى أرواح وأسر شهداء دولة الإمارات الذين كانوا يؤدون مهام إنسانية نبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني أثناء زيارتهم لمقر مدينة أوالي مدينة قندهار الأفغانية أمس. أهدى جائزة الإنجاز التي فازت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورته الرابعة عن مؤشر المساعدات الإنمائية الرسمية والذي يعنى بالشأن الإنساني. وقال سموه إن هذه الجائزة تعبر عن التزام دولة الإمارات التاريخي والثابت بالعمل الخيري والإنساني، مؤكدا سموه
أن تضحيات شهداء دولة الإمارات تأتي تجسيدا لهذا الالتزام. أدان الرئيس الأفغاني أشرف غاني الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار، وأمر بإجراء تحقيق شامل في الحادث الذي أسفر عن إصابة سفير الدولة واستشهاد نخبة من أبناء دولة الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الصديق. وقال الرئيس الأفغاني في بيان صدر عن قصر الرئاسة إن أعداء أفغانستان والمناهضين للاستقرار والتنمية فيها لا يمكنهم إضعاف عزيمة الشعب الأفغاني بشأن إعادة بناء بلاده من خلال تلك الأعمال الإرهابية. وأضاف أن تلك الأعمال لن تؤثر على علاقات الصداقة القوية والتعاون بين أفغانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. أدانت عدد من الدول العربية والأجنبية حادثات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة أو دار الضيافة والي محافظة قندهار الأفغانية، وأسفر عن إصابة سفير دولة الإمارات واستشهاد عدد من الإماراتيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. الزميل أيمن مصبح سلط الضوء على هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي. ببالغ الحزن والأسى تنعى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها حفظه الله ونائبه رعاه الله وحكومة وشعب دولة الإمارات نخبة من أبناء الوطن الأبرار وفد الدولة المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، والذين استشهدوا مساء أمس الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان، وهم محمد علي زين البستكي، أحمد عبد الرحمن أحمد كليب الطنيجي، عبد الحميد سلطان عبد الله إبراهيم الحمادي، أحمد راشد سالم علي المزروعي، عبد الله محمد عيسى عبيد الكعبي. وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بيان لوزارة شؤون الرئاسة اليوم بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة 3 أيام تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية. وعلى الصعيد العالمي فقد أدان كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وقطر والحكومة الأردنية وفرنسا والأمم المتحدة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الهجمات الإرهابية الآثمة التي استهدفت دار الضيافة لوالي مقاطعة قندهار ومنطقة مقر البرلمان في العاصمة الأفغانية كابل، والتي أدت إلى إصابة سعادة جمعة محمد عبد الله الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته. يأتي ذلك في وقت تبذل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الحثيثة لترسيخ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة في حربها ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، كما وتأتي زيارة سعادة سفير الدولة إلى قندهار في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد النهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية من جامعة كردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار، علاوة على وضعه حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد النهيان للتعليم الفني في العاصمة كابل بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية. وعن مهمة الوفد الإماراتي والحالة الصحية لسعادة السفير الإماراتي جمعة محمد عبد الله الكعبي حول آخر التطورات في هذا الشأن، كنا قد أجرينا في وقت سابق اليوم مكالمة هاتفية مع سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. في البداية أتقدم بحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة الله يحفظه،
وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دور الله يحفظه، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي العهد الله يحفظه، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان على رحيل كوكبة من شهداء الواجب اللي هم عيال زايد، نحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى لأنهم قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن، والحمد لله لبوا نداء الواجب في تقديم الخير والمساعدات للمحتاجين. الحمد لله سعادة السفير الأخ جمعة الكعبي بخير الحمد لله، هو والأخ مبارك السعدي وامور طيبة الحمد لله حسب الأخبار اللي وصلتنا الآن. كل الموجودين في دولة الإمارات سواء أخوان مواطنين أو أخوان المقيمين هم كلهم عيال زايد، وكلهم حصلوا هذا الورث، ورث الحب العمل الإنساني وحب عمل الخير وحب تقديم مساعدة الجميع لجميع البشر بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون. فنحن طبعا هذا العمل المشين، العمل الجبان اللي قاموا به الإرهابيين، هذا طبعا ما يثنينا أنه نوقف عن العمل الإنساني، بالعكس نحن نستمر ونستمر بعد أكثر وأقوى عن قبل إن شاء الله. وما استجد من أخبار أيضا، نعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شهداء الوطن الخمسة الذين قضوا في عمل إرهابي جبان وقع في ولاية قندهار بأفغانستان، وهم يمدون يد العون والمساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني. وقالت سموها بهذه المناسبة إن شهداءنا الأبرار كانوا مكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وقد امتدت إليهم يد الغدر وهم في ميدان العمل الإنساني، ويشهد لهم العالم بأنهم لم يكونوا إلا رسلا للعون والمساعدة لمن يحتاجها. نتابع مؤشرات الأسواق المحلية لليوم باللون الأحمر. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.